السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الأعزاء. اليوم بصور لكم سيارة، خلنا نتكلم حجمها جاي بين التويوتا راش وبين التويوتا رافور. الحجم خلنا نقول بالمنتصف جاي، هذه تويوتا راش معلومية 23 وهذا الرافور، فالسيارة اللي بنصورها بيكون حجمها بين البين. وش هي السيارة يا زين؟ السيارة اللي راح نصورها لليوم هي تويوتا كوريلا كروس موديل 2023 حصريا لدى شركة الصفح للتجارة. حجميا خلينا نتكلم كبرضو مواصفات او ترتيب اطوال وابعاد. الكوريلا كروس هي مبنية خلينا نقول بشكل عام على الكوريلا العادية المعروفة هذه، ولكن كحجم كابعاد كطول كاتساع داخلي فهي اكبر من التويوتا راش تقريبا بشيء بسيط، واصغر من الرافور بشيء بسيط، فحجمها جاي بين البين. طبعا تميز الكوريلا كروس بانه تجي بكامل الفئات بمحرك هايبرد، ولكن صراحه في نقص بالفئات. خلينا نتكلم يعني ما دخلت خط المنافسه الى الان بشكل جدا قوي بحكم انه في نقص بالفئات. يعني هذه اللي امامكم ستاندرد، اوكي عليها دخول ذكي، عليها جنوط، عليها المحرك الهايبرد، ولكن في نقص بسيط جدا في المواصفات، ان شاء الله انه يكتمل مع السنين القادمه. نتكلم عن المحرك الموجود عليها، هايبرد 1.8 لتر 4 سلندر، يعطينا قوه 121 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر، مرتبطه بناقل حركه سي في تي دفع امامي. بالنسبه للواجهه الاماميه هذه في تشابه في تناغم بينها وبين الكوريلا والرافور زي ما قلت لكم. جاية كفئة ستاندرد، الإنارة الأساسية هيلوجين بالكامل، خطين بعد عدسة واحدة، عندنا إنارة خلينا نقول نهارية أو السكن موجودة هنا هيلوجين، إنارة الفليشر هيلوجين. الفئات الأعلى حيكون فيها كشافات للضباب. الواجهة الأمامية هذه والشعار حق تويوتا جاي باللون الأزرق، دلالة على أنه السيارة هايبرد والآن شغالة على المحرك الكهربائي. نجي من الجانب، عندنا جنوط مقاسها 17 إنش ألمنيوم، شكلها وتصميمها حلو، كتابة الهايبرد على الرفارف الأمامية دلالة على أنه السيارة هذه هايبرد، وكل الفئات تجي هايبرد ما تجي بنزين عادي. دخول ذكي من جهة الساق والراكب، تمام، هذه من الخلف كذلك الأمر. إنارة أساسية عندنا هنا داخل، خلينا نقول نقطة صغيرة LED، الفليشر هيلوجين، ريوس هيلوجين، الضباب LED هنا موجودة. ما في كاميرا خلفية، عندنا فقط حساسين في الخلف، كتابة الكروس في المنتصف هنا مع لوجو تويوتا باللون الأزرق دلالة على الهايبرد، كتابة الكوريلا هنا والهايبرد برضو موجودة هنا. لون السيارة على فكرة رمادي عشان الشمس بس شوي مو واضح لكم، شوفها من هنا من هذه الزاوية يبان لكم اللون بشكل أوضح. نجي للصرفية وهذا الأهم، عندنا اللتر الواحد يمشيها 23.7، وسعة خزان الوقود صراحة ولو انه باعتباري واشوفه يعني صراحة مو ذاك الحجم، ولكنه يعطي صرفية كويسة. سعة خزان الوقود 36 لتر، شوفه مو صراحة حجم كبير نفس الكوريلا العادية تجي 50 لتر، والهايبر تجي تقريبا 42 لتر او شيء زي كذا بحسبة الـ40، لكن هنا 36 لتر فاشوفها شوي قليلة، لكن الصرفية ممتازة. يعني اللتر الواحد مشينا 23.7، فعندنا تقريبا الفل حيمشي 800 وشوي. لاحظون من الجانب عندنا هنا كتابة الكوريلا كروس، وأيضا هنا عندنا كتابة الكوريلا كروس، فحابين يوثقون اسم السيارة. من الخلف الساعة الخلفية هذه تفتح يدوي، ساعتها صراحة ممتازة جدا، يعني على سيارة بهالحجم ساعتها ممتازة. هذه اكسسوارات السيارة من الوكيل، تركب هنا ستار على فكرة، وأيضا عندنا في الأسفل اللي هو السبير الاحتياطي مع الأدوات والعدة حقت السيارة. نقفل الباب يدوي ليس كهربائي، وندخل للسعة الخلفية. هذه من الخلف جاية بداخلية باللون العنابي، خلينا نقول الزجاج كله اوتو طلوع نزول. هنا عندنا كوب هولدر، بما انه هذه السيارة تنفع عائليا، هنا عندنا جلد، تمام، والمراتب الأساسية جاية قماشية. هذا هو من الخلف، صراحة كسعة ممتازة نسبيا، نفس تقريبا سعة الكوريلا او اكبر بشيء بسيط. عندنا مسند وسطي هنا، تمام، برضو في حاملات الاكواب في المنتصف هنا زي ما تشوفون، فما شاء الله حاملات الاكواب موجوده في كل مكان. التكييف الخلفي اكيد موجود واصل، ما شاء الله تويوتا حدث ولا حرج بالتكييف.
إنارة السقف جاية هالوجينية هذه العادية، والسقف جاي باللون الأسود. فهذا هو من خلفه، في تفاصيل كثيرة صراحة. نأخذ عليه نظرة من الأمام ونروح نشرح مواصفاته. نجي من عند جهة الساق، وزي ما قلنا عندنا دخول ذكي للساق وللراكب، تمام؟ كف الإنارة، هذا هو. عندنا هنا التحكم في الزجاج كله أوتو، طي المرايا أوتو أيضا، والسنترلوك حق الأبواب الزجاج، والتحكم في المرايا. التحكم في المراتب الأمامية أكيد بيكون يدوي بحكم أن هذه الفئة جاية ستاندرد. هنا على جهة اليسار عندنا التحكم في مستوى الإنارة الخارجية مع فتح غطاء المحرك. الجلنط جاي أرضي، تمام؟ وهنا عندنا فتح خزان الوقود، والمعلومية خزان الوقود جاي على جهة اليسار، ليس اليمين. دخلنا للسيارة من الداخل، وهذه تلاحظون برضو هوية أو دي إن إيه حق التويوتا كوريلا موجود هنا. عجلة قيادة مو جلد، عادية، تصميمها برضو نفس التويوتا كوريلا والقريب من التويوتا كامري. أغلب عجلات قيادة بتكون نفس التصميم للشركة الصانعة. عندنا التحكم في الميديا موجودة بخط بالعرض، معروفة بتويوتا لوكسز. مثبت السرعة موجود هنا، والتحكم في العدادات واحد في المنتصف اللي هو السرعة. الار بي ام كهايبرد يجي على اليسار، بقية الخيارات موجودة على جهة اليمين. عندنا شاشة العدادات، هذه صراحة التحكم فيها سلس وواضحة ومرة تمام. كتصميم عدادات، العدادات هذه أجمل من العدادات الموجودة على تويوتا كوريلا العادية. فالناس اللي مستخدمة الكوريلا أو قد جربتها أو أنه ناوية تمتلكها وتشوف المواصفات راح تحس بالفرق فعلا. هنا العدادات شكلها كذا شكليا أجمل شوي، تمام؟ اشتغل الآن محرك البنزين. هنا عندنا زر التشغيل موجود على جهة اليمين. الشاشة اللي في المنتصف هذه تدعم كار بلاي واندرويد أوتو، فيها كثير من الخصائص. والآن يعطينا هنا نظام، خلينا نقول الطاقة، وين رايح وين جاي، المحرك قاعد يشحن البطارية والعكس من هالكلام هذا. ما فيها نافيجيشن، ولكن فيها أبرز الخصائص. تقدر تغير اللون هذا الداخلي، تخليه أحمر أو أي لون ثاني، تمام؟ نرجع للهوم. هذه الشاشة الرئيسية، ما فيها كاميرا خلفية. نشوف، نجرب، شوفوا ما في كاميرا خلفية، عندنا بس حساسات. زر التنبيه الرباعي، تكييف ما شاء الله تبارك الرحمن، حدث ولا حرج. عندنا أيضا هنا التحكم في التكييف جاي أوتو، تمام؟ لمسة واحدة. في المنتصف هنا في الأسفل عندنا منفذ USB، مساحة تخزين، الدرايف مود هنا موجودة. عندنا الإيكو والباور، تمام؟ وعندنا التراكشن والإي في مود والجير اللي هو CVT، هذا هو. حاملات أكواب موجودة هنا، مسند وسطي فيه منفذ طاقة 12 فولت، تمام. في الخلف يبدو لي ما في منافذ طاقة، ما في منافذ طاقة في الخلف أبدا صراحة. هذه نقطة سلبية نحسبها. من الأعلى عند المراية تعتيم يدوي وليس تلقائي. إنارة السقف هالوجينية عادية، وفيها شماسات بدون إنارة، مراية فقط. فهذا هو التويوتا الكروس من الداخل. الإرباقات على ما يبدو لي فقط في الأمام، هذا اللي واضح لي حاليا. فبس هذا هو تويوتا كوريلا كروس من الداخل ومن الخارج، وأبرز مواصفاته. صراحة خيار جميل بين الرافور والراش، خيار ممتاز صدق، وينفع للاستخدام المدينة بشكل جدا كبير، لأنه هايبرد راح يوفر لك بنزين بشكل خيالي. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية التغطية لهذا اليوم. يعطيكم العافية على المشاهدة. سعر السيارة 106.400 ريال شامل للضريبة، وموجودة عن شركة الصفح للتجارة في معارض الرياض القادسية. تجونهم أو تتواصلون معهم تقوم طرف قناة يزيد، بإذن الله ما راح يقصرون معكم. هم وكلاء معتمدين لتويوتا ولكسس في السعودية، من عبد اللطيف جميل فقط، ما في بريمي أو أي وكيل آخر، فقط عبد اللطيف جميل. فأي سيارة تبونها، مو شرط الكورولا الكروس، أي سيارة ثانية من تويوتا او لكسس، باي لون، باي اوبشن، باي فئه تبونها، ان شاء الله انهم يوفرونها وفي اقرب وقت وبالسعر المناسب. حتى لو السعر ما جاز لك، ان شاء الله انهم يضبطونك. يعطيكم العافيه على المشاهده. لا تنسون تشتركون معنا في القناه وتفعلون الجرس عشان توصلكم مقاطعنا اول باول، وايضا ضيفوني على سناب شات تنوروني وتشرفوني. يعطيكم العافيه على المشاهده مره اخرى، فمان الله.